صبحي عاشور، استاذ الاثار والمنا في جامعه حلوان، وعضو لجنه الوزارة الالوان والاثار والمتاحف. وعجبني كلمه حضرتك حكايه، لان فعلا المتحف حكايات، والجزء اللي ورايا ده بيحكي حكايه شوارع اسكندريه، ميدانها الرئيسي، الحياه العامه في اسكندريه كمدينه رومانيه اللي هي الاجره. الاجره كلمه يونانيه معناها السوق. احنا اعتمدنا على تخطيط الاجره على اجره مدينه اثينا، لان هي واحده من الاجوراي المعروفه كويس جدا من الناحيه الاثريه، واعتمدنا على المصادر الادبيه والبرديه اللي بتتكلم عن اجره اسكندريه او اجوراي مدن تانية في مصر الرومانية زي البهنسة أو إهناسيا المدينة وما إلى ذلك. الأجرة دايماً كان فيها بورتيكو، رواق معمد، ده عشان الظل وعشان يبقى فيه في ظهره محلات للبيع والشراء. المصادر البردية بتتكلم عن محل جواهرجي في أجرة اسكندرية، بتتكلم عن مخبز، بتتكلم عن شارع باسم الملكة بيرينيكي. كل ده كان موجود في الأجرة بتاعت اسكندرية، فقدرنا ان احنا نترجم ده بمعروضات بتماثيل وقطع أثرية تترجم الشكل ده. ودي حكاية من الحكايات اللي احنا بنعتز بيها في المتحف. هو اتعمل في إيطاليا، في تركيا، في لبنان، في أماكن تانية، لكن أول مرة يتعمل في مصر. وتم تصميم المركب بناء على مركب غارق أمام السواحل الفرنسية، والنوع المراكب ده كان بيستخدم في الفترة ما بين القرن الثاني والسابع الميلادي، وشحنت فيه أمفورات مفترض إنها كانت بتنقل زيت ونبيذ إلى خارج مصر. يعني ده مركب وايل إكسبورتينج، أثناء تصديره لشحنة ما. عرضنا كمان نقش مهم جدا من قفط اللي هي في محافظة إنا دلوقتي. وأهمية قفط إن هي كانت الميناء اللي على النيل اللي بتجيل بضاعة شرقية من الهند وشرق أفريقيا وبلاد العرب، علشان يركب يعني يتنقل بالجمال من مرسى علم بيرينيكي لحد قفط. هنا بقى في محطة جمارك وبتتاخد ضرايب وبيوصل اسكندرية بالنيل، وبعدين يتشحن تاني على أوروبا، وده كان مصدر مكاسب كبيرة جدا. والإسكندر الأكبر كان في دماغه من البداية إن اسكندرية تبقى مدينة عالمية وميناء كبير جدا، وده أول حاجة عملها. وصل جزيرة فاروس، جزيرة كانت قدام السواحل المصرية، بأرض مصر القارية بجسر صناعي نتج عنه ميناء في الناحية الشرقية وميناء في الناحية الغربية. فاسكندرية من البداية مركز تجاري. بدأنا العمل في المتحف ده أبريل 2019. كان في جلسات مناقشات وعصف ذهني واختيار قطع والاستقرار على الموضوعات النهائية للسيناريو. وطبعا كان في مباحثات ومداولات، وشاركونا العمل مجموعة من الأساتذة المصريين والأجانب، بالإضافة طبعا للأساتذة أعضاء لجنة السيناريو. أول المبنى ما اكتمل من الناحية المعمارية والأرضيات والدهانات وبقى جاهز لإدخال الأثار، وده تم في شهر يونيو 2022. لحد امبارح كان العمل متواصل لحد ما قدرنا نوصل للشكل ده. عندنا في الدور الأرضي 27 قاعة، بداية من الإسكندر الأكبر لحد العصر البيزنطي. وفي الدور اللي فوق يعني ما فيش قاعات محددة، لكن هي موضوعات، يعني النيل، مجموعة الأزاريطة، مجموعة المحمرة، الأجرة، قصة التجارة اللي لسه حكيينها دلوقتي، والاقتصاد، العملة، بعدين البورتريهات الرومانية، وبعدين الفن السكندري، والبوباستيو، ويكرس معبد لباستت إلهة تل باستا أو الإله القطة المصرية برعاية ملكية في اسكندرية في القرن الثالث. ده جزء بيعرض العقائد الجنائزية والممارسات الجنائزية، بمعنى طرق الدفن في مصر خلال العصرين البطلمي والروماني والبيزنطي. اليونانيين كان عندهم عادة حرق الجثمان، وبتتحط في أواني هدرية. الجثمان بعد الحرق كان بيتحط بالترتيب من الصابع لحد الجمجمة، وممكن يتحط جنبه طبق صغير أو قطعة عملة أو مصباح زيتي علشان ينور المتوفى العالم الآخر، وقطعة العملة دي علشان يدفع أجرة مراكبي نهر استيكس اللي في العالم الآخر عشان يوصل بأمان إلى هذا المكان المجهول. والعادة دي قلت في القرن الثاني وأكثر في العصر الروماني، وحل محلها التحنيط المصري، لأن الناس من ناحية بدأوا يعتقدوا في عقيدة الخلود
ويعتقدوا في عقيدة إزيز زي الموميا المذهبة دي اللي هي من واحد سيوة وبتصور مناظر من العالم الآخر ربما تكون جواها جثمان سيدة، أو الموميا الثانية اللي هي معمولة بشكل المعينات المتحدة المركز وفيها بورتريه الفيوم أو بورتريه موميا مرسوم على لوحة خشبية، وده التطور بتاع شكل القناع الجنائزي اللي كان بتحط على التابوت الأدمي المصري. لكن العقيدة الغالبة كانت عقيدة إزيز وازدياد التحنيط بشكل مستمر لحد العصور المسيحية. التمثال ده بيمثل قيمة للمتحف وللأثار المصرية من العصرين البطلمي والروماني بشكل مميز جدا. هو تمثال لملكة بطلمية بهيئة إزيز، ربما تكون الملكة أرسينوي الثانية زوجة الملك بطلميوس الثاني. أول قيمة للتمثال ده أنه اللي استدل على مكانه وحدده على خريطة كان غطاس مصري هاوي اسمه كامل أبو السعدات الله يرحمه. وكامل أبو السعدات كمان حدد قطع تانية قريب من قلعة قايتباي وقطع تانية عند رأس السلسلة في الميناء الشرقي. والقطع دي التمثال ده والتمثال التاني اللي هو معروض في قاعة الحياة اليومية انتشلته القوات البحرية المصرية سنة 62 وأودع في معبد السرابيوم أو بالقرب منه لحد ما افتتح المتحف البحري وفضل في الحديقة هناك. لكن النقل كان في موكب مهيب، الشركة اللي نفذته وعملت القاعدة وعملت الحامل المعدني من الستيل اللي هو شايل الثقل التمثال من الخلف، كل دي جهود مصرية. الزملاء في الترميم كلموا حضراتكم عن عملية الترميم وإعادة الجزء المفقود في وسط التمثال، والتاج كان اكتشفته بعثة الآثار الغارقة الفرنسية عند قلعة قايتباي. لكن ما بين كل التماثيل دي هو الأضخم والأكبر حجما، لأنه في الأصل كان حوالي 13 متر وربما كان هو التمثال كابل مع تمثال الملك البطلمي اللي واقف قدام مكتبة اسكندرية، هو كمان انتشل من جوار قلعة قايتباي. فهو تمثال له أوجه عديدة من الدلالات والأهمية التاريخية والفنية، وبيدينا فكرة عن الضخامة بتاعة أثار اسكندرية، لأن الفنار اللي هو يعني واحد من عجائب الدنيا السبعة كان يليق به مثل هذه التماثيل الضخمة. سامي محمد الشنشوري مسؤول إدارة الترميم والمشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني، بشرف قدام حضراتكم بتوضيح الرؤية اللي كان فيها تحدي كامل حيال فكرة نقل وإعادة فك التغليف وتحريك وإعادة تثبيت وترميم القطع الأثرية الموجودة في جنبات المتحف، سواء كانت في الفاترينات أو سواء كانت موجودة عرض حر داخل جنبات المتحف. تم نقل أكثر من 203 ألف قطعة من المخازن المتحفية. بعد ما جاءت القطع الأثرية للمتحف تم فحص وفك تغليف جميع القطع الأثرية وتصنيفها في منهجين. المنهج الأول المواد العضوية اللي هي بتعتبر مواد فيها النسيج العضوي أو الخلوي، فيها السكر، فيها السيلولوز، ديت مواد حساسة جدا للمواد التعرية ومواد الديوريشن عموما، والمواد الغير العضوية اللي هي من الأحجار والصخور بشتى أنواعها وكيفيتها. بعد ذلك فرقة الترميم بالمتحف اليوناني الروماني بدأت تنتقل مع القطع سواء كانت في المخازن المتحفية بالمتحف اليوناني الروماني أو سواء بطريق سيرها للجنة سيناريو العرض لتثبيتها في أماكن اختيارها ضمن منظومة العرض المتحفي في سيناريو العرض الجديد. كنا بنولي بالاهتمام أن كل قطعة لها معاملة خاصة، كل قطعة لها فحص خاص بحيث بندرس المادة البنائية المكونة للقطعة، وبندرس بعد كده نوع المونة المناسب سواء كانت المادة الرابطة أو المادة الملقة، شكل اللون الومونة بحيث يحفظ حق التدخل الترميم، وبيحفظ برضك وجود التمثال الأصيل في حينه. والدعامات، وكان دي نقطة مهمة جدا جدا، ان تكون جميع الدعامات اللي تم تثبيت عليها الكتل الكبيرة او الصغيرة من الستينلس ستيل الذي لا يصدأ، ودي نوع من انواع الديورابيليتي اللي بيدي استدامة كاملة بحكم وجود التمثال في بيئة محفوظة. كان تركيزنا التاني برضك مع عملية التغليف والترميم، كنا جنبا الى جنب مع فرق الإضاءة المتحفية بحيث تكون إضاءة متحفية ناجحة.
خالية من الألترا فايلوت أو الأشعة تحت الحمراء والأش فوق البنفسجية الألترا فايلوت والأشعة تحت الحمراء اللي هي الإنفراريد. المتحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية، وده المتحف الوحيد المتخصص على مستوى الشرق الأوسط في هذا النوع من المقتنيات وهذه الحقبة التاريخية. بيضم حوالي 6000 قطعة أثرية متنوعة بتعبر عن كل مراحل الفترة التاريخية بتاعة العصر اليوناني الروماني. بيتميز في ان هو بيعرض ما بين من قبل الاسكندر الاكبر ثم العصر الاسكندر البطلمي. كمان عندنا مجموعة من القطع اللي بتعبر عن الفن السكندري، تنوع كبير جدا جدا في المقتنيات اللي موجودة في المتحف، اثراء كبير لهذه الفترة التاريخية. الفكرة في ان احنا كنا عايزين نعمل محاكاة للتجارة اللي كانت موجودة في العصر اليوناني الروماني، ازاي كان الفترة دي بيبقى فيه تبادل تجاري ما بين مصر وما بين كل الدول اللي حواليها. فتم لجنة السيناريو المتحفي اختارت ان هي تعمل نموذج لمركب ويتحط فيها الاواني والمقتنيات اللي بتعبر عن التجارة، سواء كان بتحط فيها زيوت، بتحط فيها عطور، بتحط فيها حبوب، بتحط فيها المنتجات اللي هي بيتم التبادل التجاري من خلالها. فكانت فكرة رائعة جدا لأول مرة تتنفس. انا في تصوري ان هو هيحتاج اكتر من يوم، لكن هتبقى فيه وقفات مميزة هيقدر الزائر يفهم من خلالها القصة بتاع سيناريو العرض المتحفي ويغطي الفترة التاريخية بشكل كبير.